السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا باحوال وصحه جيده ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم وانا كنطلع على البالكون بانت لي واحد شويه ديال الشميشه والجو زويون، وقلت علاش لا ما نستغلش هذا الجو هذا ونقاد فيه هذا البالكون هذا اللي خاوي من نهار تحولت لهاد الدار هذه، هو خاوي بحال هكا، وقلت علاش لا ما نستغلوش في هذا الصيف هذا، وغادي نقولوا بسم الله ونبداو نقادو فيه على بركه الله. نبداو باول حاجه ان شاء الله اللي هي طويله. علاش نجلسوا؟ خديت هاد الطويله هذه من عند ايكيا، النص ديالها التحتاني ديال الحديد والفوق كيكون من العود. بون هذه راه غنيه على التعريف، كلشي تقريبا كيعرفها. انا خديت ليها غير جوج كراسه. غادي نمونطيها هنايا معكم، راه ساهله في المونتاج، ما كاين ما سهل. فوالا هنايا كيفاش جات، ويا فرحه ما تميت صبات الشتاء وجمعت قلوعي. هنايا انا كنوريكم الجو كيفاش، هنا راه عندنا الجو متقلب، كل مره شنو، مره شميشه مره شويه الشتاء. هنا راه كانت مازال الشميشه هي كنوريها لكم، مي جاوا الغيومه وصبات شويه الشتاء. وغادي نستغل ثاني هاد الشتاء وغادي نزرع فيها المحبقات ديالي. هنا كنوريكم الطبله راني جمعتها من بعد ونعاود ثاني نحطها. هاد الوريدات هادو شريتهم للبالكون، الغريسات كاينين فيهم 6 ديال الوريدات، وغادي نغرس في هاد لي فاز هادو كنت ديجا شريتهم. هاد الطوال هادو غادي نغرس فيهم. هنايا كنوريكم التراب باش غادي نزرع، وغادي نبداو نزرعو ان شاء الله. تاو على بركه الله خديت حتى هادو قررت غادي نعلقهم، غادي نخليهم من بعد ونبداو بهاد الطوالين هادو. هنايا احبتي بغيت غير نشارك معكم واحد المعلومه، هي خاصنا قبل ما نزرعو نحيدو الجذور اللي محبوسين لتحت للنبته ديالنا، عاد باش نزرعوها هكا باش يعاودو ينوضو يكبروا لينا داك الجذور في الفاز ديالنا، وهكا الوريده ديالنا دغيا تكبر وما تموتش لينا دغيا. هنايا من بعد ما زرعت الوريدات ديالي وسقيتهم، هذه هي الريزولتا فينال. قولوا لي الراي ديالكم. هنايا راه هادو مازال صغيورين، راه مازال كيكبروا كيعمروا هاد المحبقات كاملين، داكشي علاش كيبانوا لكم هكا دابا بعاد. وغادي ندوز دابا لهاد السطيلات هادو غادي نعلقهم. اختاريت ليهم حتى هما هاد الوريدات هادو، شفتوا الشكل ديالهم، وضروري هنا نديروا ديك الطريقه اللي قلت لكم، هي نحيدوا داك الجذور اللي محبوسين لتحت، هكا دغيا غادي يكبروا لنا الوريدات ديالنا وما غيموتوش بالزربه. فوالا هذه هي الريزولتا ديالهم حتى هما، صراحه كيجيو زويونين في الشوفه، ضروري من النباتات في البالكون. شويه الخضوره شويه الورد صراحه كتحل النفس وكتحل حتى الشهيه. وهنايا عاود تخويت كل شيء باش هكا نبان ليا شنو باغا ندير ونعرف فين كل حاجه، فين غنحطها وكل حاجه وبلاصتها. وهنا راه عمر ليا شويه البالكون ديالي بشويه التراب، وقررت انني نشطبو عاد باش نبدا نحط داكشي ديالي. وهنايا حطيت الطويله ديالي، نتمنى ثاني ما تصبش الشتا هكا، يبقى نستغلوا شويه هاد الشميشه هادي راه كنتوحشوها. وغادي نحط المحبقات ديالي هنايا فوالا، وغادي نبدا نعلق هادو اللي غندير الفوق. تشوفوا المنظر ديالهم كيفاش كيجي. فوالا هنايا من بعد ما حطيتهم كاملين غادي نوريكم شويه كيفاش كيبان هاد الشيء من بعيد. فوالا انا راه كنحاول نشارك معكم ادق التفاصيل باش هكا تاخذوا فكره. وهنايا بغيت نشارك معكم هاد الكليسه، هاد الكليسه بالضبط بانت ليا البالكون شويه بقى خاوي، وخا مع الطبله شويه عندي البالكون طويل، فقلت علاش لا ما نستغلش ندير شي كليسه وحده اخرى. ونتصيبت هاد الكليسه هادي راسي صراحه بالعود، كان عندي العود معايا الله تحولنا، وكان باقي عندي العود من هداك الشيء اللي صيبت، فقررت انني نصيب به هاد الكليسه، وبقيت كنفيسي وكنخربق حتى صيبتها. وهاد الطرف ديال البونج قطعته من واحد الناموسيه قديمه وغلفته بهاد الدغاؤوس اللي كيبان لكم راه كبير غاملويه عليها بزاف باش يجي قدا. وباش نضرقوا العيب خديت هاد البلايد هادي من ايكيا باش هكا ما يبقاش يبان لينا داك العود وديك البونج وداك الشيء مغطي وغير مزعبل، فغادي نغطيها باش ما يبانش شنو كاين لداخل. هادي هي مزوق من برا شخبارك من الداخل. وخديت حتى هاد المسندات هادو خديتهم من ايكيا،
هكا نهرس بيهم شويه، خديتهم في هكا فيهم شيشات، قلت فيه الكحل، عندي البالكون فيه الكحل بزاف، قلت نهرس به هاد المخدات هادو. فوالا هادي هي الجليسه ديالي، وخديت حتى هاد الزريبيه الصغيره هكا نحطها هنايا القدام هكا باش يبان البالكون في الشوفه يبان كامل، حيت كتبقاي كتلقاي شي حاجه ناقصه، فضروري خاصك تكملي كل شيء باش يبان البالكون زويون. هنايا خديت حتى هاد الجلاسات هادو، خديتهم في البيج، انا بغيت نخلي التيم كامل هكا يكون موحد، ما بغيتش ندخل بزاف ديال الالوان. لعبت على الالوان غير في الربيع، غير في الوريدات هكا باش يبقى تبقى راحه للعين. نتمنى تكونوا فهمتوني. والديكوراسيون خديت هاد الفوانيس هادو، صراحه زوينين حتى هما من ايكيا، انا تقريبا راه البالكون ديالي 100% ايكيا. وغادي ندير هاد الشميعات هادو ديال شنيوله، حنا راه هنا كتقتلنا شنيوله في الصيف، فكنحاولوا نحاربوها ما امكن، فهاد الشميعات هادو كيحاولوا يبعدوا عليك شنيوله. فوالا هنايا خديت حتى هاد البولات هادو، كيخدموا بالطاقه الشمسيه، صراحه زوينين، كيتشارجاو بالنهار وبالليل كيشعلوا بالضو، تقدري تشعليهم ولا تطفيهم انتي وشنو عجبك. فوالا كنوريكم هنايا الطاقه الشمسيه. فوالا هنايا غادي نحيد ليهم دوك الوريقات اللي كيكونوا لداخل، وغادي نحطهم حدا هاد لي فاز هادو. صراحه في الليل كيكون منظر زوين ملي كيشعلو، انا في اخر الفيديو غنخلي لكم حتى المنظر في الليل كيفاش كيكون، وقولوا لي الراي ديالكم، الراي ديالكم كيهمني وبزاف. هنايا كنت شريت هادو شحال هادي، كانوا عجبوني وقلت ان شاء الله غادي يكون عندي بالكون غادي نلصق فيهم هادو، من امتى وانا خزناهم دابا يلا كتاب نلصقو. هادو واحد الاقزام كيعلقوا في هادوك لي فاز اللي كيكونوا في البالكون ولا حتى داخل الدار، علاش لا ما تعلقيهمش. غادي نوريكم هنا كيفاش كيجيو، صراحه كيحمقوا زوينين، شوفوا شوفوا كيفاش كيجيو، فنين فنين البنات. فوالا كيبدلوا الصراحه، عجبوني وكنت واخدهم شحال هادي وخزناهم غير باش هكا نديرهم في الفاز ديالي. شوفوا صراحه رائعين. هنايا غادي ندوز لها الطويله هادي، هي ما نخليوهاش خاويه من الفوق، نحاول نقادوها. خديت هاد العود هذا، هاد العود بغيت هكا غادي ندير فوقه هاد الكويس هذا ديال الشميعات، غادي نحاول نقطع غير تيكاي داك الخيط نورمالمون كيحيد، مي انا بغيتو يبقى هكا باش يبقى ليا منظر زويون في هذاك الكاس، ما يبقاش غير سامبل. وغادي ندير فوقه حتى هو شميعه، ندير وسطو عفوا، هنا راه كنت بغيت ندير هادي حتى هي ديال شنيوله، مي ما دخلتش ليا، الكاس الفم ديالو صغير، فقررت ندير غير شميعه صغيره. وخديت حتى هاد البلونط ارتيفيسيال، صراحه الارتيفيسيال حتى هو عنده منظر ديالو زويون، ولافونتاج اللي فيه هو انه كيبقى لمده طويله، ماشي بحال الطبيعي دغيا كيدبال معنا. وخديت حتى هادي راه ديال شنيوله، انا قلت لكم في هذا الفيديو كنحارب شنيوله وبشده حيت راه كتقتلنا في الصيف. هادي فحال العود ديال الند، كتشعليها وكتبقى تدور دور دور حتى كتسالي، ومني كتشعليها بحال هكا في الليل مني كيكون الضو راكم عارفين كتجي دغيا شنيوله، فما تقدريش تجلسي غادي تاكلك شنيوله، فكتخدمي هادي باش تبعد عليك فحال هكا. هنايا كنوريكم النظر من بعيد كيفاش كيجي. غادي نكملوا الديكوراسيون ديالنا بهاد البيلات هادو في الاحمر والبيض، حتى هما في لو تيم ديال البالكون. وهنايا راه كيشعلوا حتى هما بالضو، غادي نخلي لكم الفيديو شاعلين بالليل كيفاش كيكون المنظر. وهنايا غادي نقول لكم باي باي بسلامه عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو بهدوء تام باش تحسوا بالراحه اللي كنحس بها انا في هاد البالكون هذا دابا من بعد ما تسالى صراحه. وغادي نقول لكم ديروا جيم الفيديو اللي عجبكم اكيد، وما تنساوش تابوناو الا كنتوا اول مره كتشوفوني. وباي باي بسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.